الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت والعز والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، إن ابن آدم لا يزال يسعى وراء السعادة في هذه الدنيا فهي ضالته المنشودة، ويطمع في أن تكون حياته صفواً من غير تنغيص، وأنى له هذا، فقد طبعت هذه الدنيا على كبر، ونحن نريدها صفواً من الأقدار والأكدار. فالعجب كل العجب في من يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللدغ واللسع. لا بد من الابتلاء في هذه الدار، لأنها الدار فيها الظلم والعدوان والسرف، إنها الدار فيها الهم والأحزان والأسف، إنها الدار فيها الغدر والتنغيص والكلف، فيها الحبل مضطرب وفيها البال منكسف. أليس الله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أليس الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أيها المسلمون، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ولما مات إبراهيم ولده الأخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذاق مرارة الحزن، فمن يسلم منه بعده؟ اعلموا أنه لا سبيل إلى الفرار من الحزن إلا بمفارقة هذه الدار على عمل صالح مع الخوف من العزيز الجبار. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن، فلا ينفك الحزن عن المؤمن إلا بالموت وبدخوله الجنة. وحينئذ يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال سبحانه: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فلا تبتئسوا بأحزان هذه الدنيا، إنما هي لحظات قصيرة، ثم إن أعان الله عز وجل على الخروج منها بالإيمان والعمل الصالح فستكون السعادة للأبد. فلا تغتروا بالذين هم في رأي العين أسعد الناس لتقلبهم في النعيم وتمتعهم بمتاع الحياة الدنيا مع قيامهم على المعصية والعدوان، فإنهم أولا لن يسلموا من الحزن كغيرهم من الناس، ثم يسقون في الآخرة شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. قال الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين
ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.